السلام عليكم. اليوم نروح لولاية بشار لنقف على جزء من الأشغال نتاع وضع إذا خط سكك الحديدية المنجمي، الخطوات الكبيرة التي قطعها المشروع يعني بعد ما انطلقت عملية حفر ومد إذا الرواق نتاع هذه الشريان، أصبح شريان اقتصادي بأتم معنى الكلمة. إذن الآن فيه ورشات كثيرة يتم إنجازها على طول المسار تاع هذا الخط، والآن يتم التهيئة لإنجاز المحطات التي سوف تتخلل هذا الخط في حوالي 12 أو 14 محطة، ما بين محطات تاع مسافرين ومحطات تاع نقل البضائع وكذلك المحطات تاع إذن على مستوى مدينة بشار أو ولاية بشار وكذلك ولاية نعامة لتمويل إذن المصانع المستقبلية بالمادة الخام نصف مصنعة التي يتم تحويلها وتحسين نسبة الحديد فيها. إذن على مستوى ولاية نعامة وولاية بشار سوف يتم إنجاز إذن زوج مركبات ضخمة لتحويل الحديد قبل يعني بحثه باتجاه الشمال إلى مركبة إذن تحويل يعني إنتاج المواد المصنعة نهائية برودوي فيني، إذن مواد من مواد حديدية في جانب اللي سوف تستعمل على نطاق واسع في عدة صناعات، وكذلك في نسبة معينة سوف يتم تصديرها باتجاه الصين ودول أوروبا. نترككم إذن تتابعون هذا التقرير حول هذا الموضوع، ونأكد أمر آخر وأن دول أوروبا بدأت تتخلى عن كل المصانع نتاع إنتاج الحديد في أوروبا، خاصة الدول الشرقية. الدول الغربية انتهت من هذا منذ مدة، والآن يتم التخلص من هذه المصانع على مستوى دول كبولونيا واللي عندها نسبة إنتاج كبيرة نتاع الحديد وبعض الدول، والآن سوف يتم إذن جلب هذه المادة من الجزائر يعني نفس الشيء الشكل اللي يصرى بالنسبة للغاز سوف يصرى بالنسبة للحديد. تولي الجزائر هي الممول الأول لمادة الحديد لأوروبا بحكم القرب نتاعها وكذلك بحكم المنجم نتاع الحديد اللي يعتبر واحد من أكبر مناجم الحديد في العالم، وكذلك بحكم القرب نتاع هذا المنجم بالنسبة لأوروبا، ففي آفاق كبيرة جدا لتطوير هذه المادة كمادة يعني ماشي مادة خام لكن كمادة مستخلصة ولا كذلك كمادة مصنعة 100% على شكل إذن حديد بناء أو حديد مسطح لاستعماله في صناعة السيارات والبخاء وآخر وإلى صناعات أخرى. على كل حال سوف يتم إذن تصنيع هذه المادة نتاع الحديد إلى مستويات جد متطورة قبل التصدير نتاعها. نترككم تتابعون، نكتفي بهذا القدر، نترككم تتابعون إذن، والسلام عليكم.